كنشكركم على هذه الالتفاته هذه والقدوم ديالكم للقناه ديالكم شوف التي في. حنا يعني شباب حي مكسيك والكائن بلازاري بمدينه وجده قمنا بواحد المبادره مناسبه يعني العرس العالمي بمناسبه المونديال مناسبه يعني مشاركه منتخبنا الوطني في هذه المبادره هذه. قمنا انا والاصدقاء ديالي هنايا في الحي يعني وكل الساكنه ماشي غير الاصدقاء يعني كبيرا وصغيرا يعني درنا واحد الالتفاته للمنتخب الوطني في هذه الصوره اللي كتشوفوا مورانا ديال اللاعبين ودرنا واحد جداريه يعني رسمناها يدويا وبادوات يعني كما نقولوا ادوات بسيطه جدا. قمنا يعني بهذه المبادره هذه يعني تعبيرا على الحب ديالنا لهذا المنتخب والتشجيع دياله والامان ان شاء الله انه يوصل ابعد نقطه في هذا المونديال يعني ومتفائلين خير ان شاء الله بابناء وليد الركراك انهم يحققوا نتيجه كبيره كما كتشوفوا يعني الصوره ديال اللاعبين زياش وحكيمي. فيعني احنا بعد هذه الصوره كنتمنى ان شاء الله هذه الصوره توصل للاعبين ان شاء الله. حكيمي هو اللاعب يعني اللي كيمارس في يعني ماشي اللاعب اللي كيمارس في اعلى مستوى هو حكيمي. كنعرفوا لاعب زياش يعني الحب ديال الجماهير المغربيه لهذا اللاعب زياش اللي فضل الالتحاق بالمنتخب الوطني على المنتخب الهولندي. وحكيمي انا قلت لكم فهو لاعب غني عن التعريف هو اللاعب اللي كيمارس في اعلى مستوى كروي في العالم حاليا في المنتخب الوطني هو اللاعب حكيمي يعني ولاعب جد كما نقول باش عز على المغاربه انه لاعب جد متواضع. وحنا يعني في الحي غير باش تكون عارف معروف علينا هذه المبادرات هادو في الحي يعني حنا يا الحمد لله الشباب ديالنا هنا في الحي ماشي داك النوع اللي كيفرغ الطاقه ديالو في الكريساج ولا في يعني في ما عندنا لا مبليين في الحومه. انا الحمد لله حنا هذه الطاقه ديالنا هذه كنخويوها في هذا الشيء اما نديروا شي مبادره ديال فعل الخير ولا كنديروا بحال هكا مبادرات في الحومه هذه الجداريات ولا اي حاجه لقيناها كنديروها في الحومه يعني باش بنادم يبدل داك الروتين ويدير شي حاجه اللي زينه وتعطي حنا الهم ديالنا هو نعطيو الحي صوره زينه على الحي ديالنا مكسيكو وباش يعني نخويو ديك الطاقه ديالنا. وكما كتشوفوا ديك الرساله اللي كاينه في الجداريه ان الحي تسمى حي مكسيكو تيمونا بمونديال 86 في المكسيك اللي كانت واحد المقهى في الحي كنجمعوا بها تقريبا عده سكان من عده مناطق بوجده كانوا يتفرجوا مقابلات ديال المنتخب الوطني في هذه القهوه ديال مكسيكو اللي كانت هنايا راه تسدت بداك الشيء باش تسمى الحي مكسيكو. يعني حاولنا نربطوا الحاضر بالماضي مونديال مكسيكو مونديال قطر يعني وقلنا ان شاء الله لما لا يتم تكرار سيناريو مونديال 86 ان شاء الله. ايوا حنايا مادام مشاركين راك عارف كره 11 ضد 11 ان شاء الله يكونوا اللاعبين الرجال ويفرحونا. حنا يعني ما يهمناش فينا غادي نوصلوا قد ما كيهمنا ان اللاعبين يكونوا رجال ويفرحونا ويقدموا واحد المستوى كبير كيشرف كره القدم تاع المغرب. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على راس كل لحظه.